مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحط لايك باش يوصلك كل ما هو جديد. اليوم تطرح موضوع فيما يخص قضية علي شابي وخو زوجته رملة ذويبي، قضية هز المجتمع التونسي. خطر عليه كما تعرفوا يقدم في برنامج عندي مقولك نورمالمون معروف بالمبادئ والأخلاق العالية وكيكا باش ينجم يدخل معناها ما بين العائلات وثم ديما للصلح مكان، لكن اليوم الخنار اللي صار علي شابي ما صارش في حتى عائلة تونسية باللي صدعها هو في البرنامج غديكا، كان ديما مشكلة خفيفة تتعد. اليوم اقتراحات الشعب التونسي والجالية متاعنا من فرنسا والجزائري والمروك في شان المساحة أنهم يطلبوا من علي شابي ومنجي خوه ورملة وبنته ذكر أنهم يتوجهوا البرنامج جعفر القاسمي صافي قلبك، تمش ما تحل مشكلتهم وزعم تنجح الحكاية ولا ما تنجحش، وشنو باش يكون مصير علي شابي أنه يقف في يوم ما بعد ما قدم تلت 15 سنة برنامج عندي ما قولك يلقى روحه معناه في برنامج ينافس فيه في صافي قلبك مع جعفر. وزادت فعله ياسر في قناة مساحة فيما يخص موضوع علي وخوه، قالوا مستحيل أنه علي يقبل الدعوة ذي باش يقابل خوه وبنته وهو زوجته في برنامج صافي قلبك مع جعفر، مستحيل يعملها خاطر نجم تحطم له مسيرته المهنيه ومعاش ينجم يقف معنا في البرنامج نتاعي عندي ما نقولك وتجي صعيبه وينجم معنا يتحطم كومبليتمون من التلفزه. هذه كانت ردود معنا افعال متابعي قناه مساحه وزاد في عديد القنوات الاخرى، وهكا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع. ما تنسوش تعطونا رايكم فيما يخص الحكايه ذي.